مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتابع فيها تطورات المشاورات السياسية في الكويت والوساطات الجارية لمنع انهيارها. في كل مرة توشك فيها مشاورات الكويت على إعلان فشلها تعيدها الوساطات والضغوط من جديد، وبعد 6 أسابيع من انطلاقها لم تنجح تلك الضغوطات والوساطات سوى في منع انهيارها وإبقائها قائمة، لكن لم تصل تلك الجهود بالمشاورات إلى نقطة الاختراق المفترضة التي ستنتج الحل المرتقب. بينما كان المبعوث الأممي يدلي بتصريحات غير متفائلة على غير العادة متحدثا عن إعادة خلط الأوراق السياسية خلال الأيام الماضية، دفعت مسار المشاورات نحو التعقيد مجددا. يقوم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بجهود مكثفة لمنع انهيار المشاورات في الكويت، مع استمرار وفد الميليشيا في خلط الأوراق والحديث عن العودة إلى مسار السياسة قبل الشروع في إزالة آثار الانقلاب واستكمال الترتيبات الأمنية والعسكرية. بحسب ما تقدمت به الرؤية الحكومية للمشاورات، مصير مشاورات الكويت ونتائج جهود الوساطات والضغوط على الأطراف اليمنية في الكويت ستكون محور نقاشنا لهذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير تكرموا بالبقاء معنا. بلا أفق تمضي مشاورات الكويت، وفي أسبوعها السادس لا تزال تراوح مكانها، لا جديد سوى التسريبات والتصريحات المتضاربة، وبينهما يبقى السلام المنتظر من الكويت بعيد المنال. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تخلى عن تفاؤله المطلق لأول مرة، قائلاً إن حل الأزمة اليمنية قد يكون قريباً ولكنه ليس بسيطاً، مؤكداً أن الأيام الماضية شهدت إعادة خلط للأوراق السياسية حول العديد من القضايا، وهو ما عده البعض تلميحاً إلى قرب إعلان الفشل أو خطوة أولى على ذات الطريق. الوفد الحكومي قدم رؤيته المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية، ومن جديد أكد الوفد الحكومي تمسكه بأن إجراءات الانتقال السياسي التي تطالب الميليشيا البدء بها تستلزم إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات الوطنية. وساطات اللحظة الأخيرة لم تتوقف، ويقودها في الأثناء أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الذي كشفت مصادر في الكويت عن قيامه بلقاءات مكوكية بين وفدي المشاورات والمسؤولين الكويتيين والمبعوث الأممي سعيا لمنع انهيار المشاورات اليمنية في الكويت. جهود المجتمع الدولي وتصورات الوفد الحكومي المنسجمة مع القرارات الدولية ذات الصلة تصطدم على الدوام باستمرار الميليشيا في تعنتها ومماطلتها، والتي كانت واضحة منذ اليوم الأول لانطلاق المشاورات، والتي تسعى من خلالها إلى جعل جولة الكويت محطة أخرى لمنح الانقلاب الشرعية المطلوبة، وهما يبدو أن بعض الوساطات والضغوط على الوفد الحكومي تسعى لتحقيقه. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي من نيويورك إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. يا مساء النور. سيد إبراهيم، إذا وقفنا مع تصريحات ولد الشيخ الأخيرة التي تحدث فيها عن صعوبة التوصل إلى اتفاق السلام للأزمة اليمنية، هل نحن الآن وصلنا إلى طريق مسدود أخيرا لمشاورة الكويت واحتمال إعلان فشلها بات قريبا؟ أنا في اعتقادي بالنسبة للمحادثات هي فاشلة من اليوم الأول، إنما هناك محاولة الوساطة في إيجاد أي تسوية أو أي حل يعني قد ربما يرضي الطرفين، لكن المشكلة هناك مشروعين مختلفين يتنافيان مع بعضهم البعض. هناك مشروع شرعية مبني على الشرعية الدولية مبني على مخرجات الحوار الوطني، وهناك انقلاب في اليمن. الانقلابيون يحاولون شرعنة انقلابهم، الشرعية تحاول من الناحية الثانية أن تبقى على الشرعية كما هي. لا يوجد هناك يعني مكان وسط بين المشروعين، الجميع يدرك ذلك، لكن من ناحية أخرى مواصلة الحديث عن أي مفاوضات في الكويت، العالم ينظر إليه من منظور آخر تماما عن ما ينظر إليه اليمنيون. على سبيل المثال، نعم، العالم والمجتمع الدولي وحتى دول المنطقة تنظر على أنه نحاول قدر الإمكان، لأنه الفشل يعني ان احنا سندخل في المشروع او المساله السوريه. الناس ينظر الى هذه المساله من ناحيه انه لو في حال فشلت اي مفاوضات او تسويه او سلم في اليمن، فهذا يعني ان احنا متجهين على الـ يعني السيناريو اما الليبي واما السوري واما العراقي، وهذا يعني انه من منظور دولي. لماذا هذا المنظور الدولي؟ نعم سيد ابراهيم، لماذا هذا المنظور الدولي لا يضغط نحو ويدفع نحو
تحقيق القرار الأممي 22/16 ويضغط على الميليشيا، ما هو ظاهر الآن؟ هناك يعني كثر يتحدثون بأن هناك انسجام كبير في الموقف الأمريكي والبريطاني لدعم ميليشيا الحوثي وعدم التخلي عنها. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتان عظمتان، وفي نفس الوقت هم يبحثون على مصالحهم لا يهمهم الشرعية أو غيرها. الولايات المتحدة وبريطانيا، وهل تعتقد أن سيد إبراهيم، هل تعتقد بأن مصلحة الأمريكان والبريطانيين مع ميليشيا الحوثي أكثر من الحكومة الشرعية والتحالف العربي؟ لا أعتقد كذلك، لكن أنا في وجهة نظري ما يحدث من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا من هذه المواقف هو محاولة يعني إمساك اللعبة من الطرفين، يعني إبقاء الشرعية بيدها وإبقاء الميليشيات الإنقلابية بيدها بالنسبة لمصالح ولعبة الأمم. مصالح الدول الكبيرة لا يهمها من يحكم أي بلد، يهمها مصالحها الاستراتيجية منها السياسية. لكن سيد إبراهيم، كما تعلم المجتمع الدولي والمجلس الأمن اعتبر الميليشيا بأنها قادت انقلاب ضد الشرعية وتدعم الشرعية وقامت بإصدار القرار الأممي 22/16. إذن لماذا تراجعت عن الدفع في تحقيق هذا القرار والضغط على الميليشيا أكثر؟ لنكون واضحين وصريحين من هذه الناحية، بالنسبة عندما يصدر قرار أممي إذا كانت الدول تود تغيير، مثلا أنا أقصد الدول العظمى في هذه المسألة، فإنهم يتخذون البند السابع ويدخلون تدخل عسكري وإزاحة الطرف الآخر. المشكلة هنا يا أخي أن الحكومة اليمنية لا يجد لديها أدوات لعبة سياسية حقيقية، هم ينظرون إلى ماذا يجري على الأرض ويجدون أن لا توجد حكومة فعالة حقيقية. الحكومة اليمنية مثلا على سبيل المثال المناطق المحررة لم يوجد فيها أي أمن حقيقي، نشاهد ما يجري في عدن من تسفير لأبناء المحافظات الشمالية، نجد ما يحصل في تعز أنه لا يوجد دعم حقيقي للمقاومة في تعز لتحريرها. فلذلك من المنظور السياسي الغربي الأمور متلخبطة، يعني أنه لا يوجد هناك شرعية قوية لدعمها، هناك مشروع متضارب لدى الشرعية حتى على مستوى الإعلام. يا أخي الإعلام الدولي استطاع الحوثيون وميليشيا صالح التغرير على الإعلام الدولي بالقول إن ما يجري في اليمن هو حرب سعودية ظالمة على الشعب اليمني الفقير وإلى ما لا ذلك من 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 كذبات إعلامية. المشكلة أنه لا يوجد حكومة يستطيع المجتمع الدولي أن يثق بها، لم تتحرك، يعني أعطي لها المجال عدة مرات، الآن لا يستطيعون التحكم حتى بما يجري في الأرض. هذه هي مشكلة حقيقية إذا لم تتخذ الحكومة ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء بخطوات عملية، بمثلا أولا دعم المقاومة على الأرض، ثانيا محاولة شق صفوف الميليشيات وشراء الولاء القبلي ويعني استتاب نوعا من الأمن والاقتصاد في المناطق المحررة، فلا يوجد هناك ما نسميه بشرعية في اليمن، يوجد هناك متصارعين على السلطة، هكذا يرى الغرب ما يجري على اليمن. فلذلك المجتمع الدولي عادة يتعامل بما يجري على الأرض ليس بمنظور الشرعية أو غيرها، هذا الذي يحدث الآن. الحوثيين مسيطرون على مصادر الدخل القومي، مسيطرين على العاصمة، مسيطرين على البنك المركزي، ومسيطرين على كثير من الأشياء. ولم تستطع الشرعية زحزحت بعد هذه الأشياء، بعض هذه الأشياء لم يستطيعون تحرير تعز ولا دعم المقاومة في البيضاء ولا في أرحب ولا في أي مكان آخر. هذا مشكلة، هذا حارثة من قبل الشرعية. نحن ندرك أنه هناك الشرعية لا تريد أن تتنازل على أي شيء ربما يسحب من تحتها البساط في مشاورات الكويت، لكن الأمر في اعتقادي معقد جدا، هناك مشروعين مختلفين. طيب إبراهيم، الحوثيين وميليشيات صالح على الأرض يعني تنسف أي اتفاقيات قادمة، يعني هناك يعني إبراهيم تكرم بالبقاء معي. خارطة الدولة. نعم تكرم بالبقاء معي إبراهيم. نشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي من تعز. أستاذ عبد الهادي مساء الخير. يا مساء النور أخي. مساء النور أستاذ عبد الهادي. كما تعلم اليوم مجزرتين جديدة في تعز في ظل استمرار المشاورات في الكويت، هل تعتقد بأن هذه المشاورات ممكن تنتج حل توقف هذه الحرب؟ ممكن على إثر هذه المشاورات يوقف النزيف
نزيف الدم في اليمن، وكما تعلم ميليشيا الحوثي مصرة إلى آخر لحظة وهي تقصف المدنيين، تقتل المدنيين في كل مكان وعلى وجه الخصوص تعز. إلى الآن أعتقد أن مشاورات الكويت محكوم عليها بالفشل، لأنها لم تستطع أولا أن تصل إلى اتفاق فيما يخص الهدنة وحسن النوايا بين الطرفين، هذا من جانب. من جانب آخر لم تحقق أي نتيجة أو تقدما ملموس إلى الآن، كلما يجري أن هنالك حرب في الوقت تشتغل لها الميليشيات لفرض واقع، هي ذهبت من أجل الحصول على اعتراف رسمي بوجودها بكيان الانقلاب، وبالتالي التعامل معه ليصل الأمر إلى أن هناك حربا بين طرفين. مع الأسف الشديد هذا ما يجري، وبالتالي هناك ضغوط غربية وهناك ضغوط مختلفة. نعم. من أجل بقاء هذه الجماعة وجماعة الخضرة هنالك عملية مرتبطة بالوضع في سوريا بالتحول الإيراني بدفع المنطقة إلى نزاع تسلح جديد، لأن الغرب بحاجة إلى أموال، وبالتالي هنالك مخزونات كبيرة من النفط. هذه المسألة تتخذ كفزاعة. نعم. وبالتالي إذا كانت المنظمة الدولية المعنية، مثلا الأمم المتحدة المعنية بشكل أساسي في مسألة هذه الهدنة وهذه المشاورات، المنظمات التابعة لها لا زالت تعمل بشكل غير محايد، فقدت الحياد وتحولت إلى طرف، وكأنها طرفا يدعم الانقلاب. ما زالت تقدم سواء برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسيف أو أيضا بقية المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتعامل مع سلطات شرعية معترفا بها من قبل الأمم المتحدة، لكن ما يحدث في اليمن العكس، هذه المنظمات تتوطن. نعم. إذا أستاذ عبد الهادي، نعم، إصرار المجتمع الدولي. نعم أستاذ عبد الهادي، إذا إصرار المجتمع الدولي على إبقاء الميليشيا، إذا نحن في ظل هذا الدفع القوي والتحفظ الكبير والشديد على إبقاء الميليشيا في المشهد، ما الواجب إذا على الحكومة والتحالف؟ دائما المفاوضات ليست سوى انعكاسا للواقع على الأرض. ما على التحالف سوى أن يكمل مشروعه الذي بدأه على الغطاء الجوي، وحده لا يكفي بدون وجود فاعل حقيقي على الأرض. لا زال البنك المركزي، أدوات القوة ثلاث، الجانب الديني وأيضا الجنرال والجانب العسكري ثم الجانب المالي. لا زال المركز المالي الجمهورية اليمنية متوطنا صنعاء، وبالتالي هنالك هيمنة على الجيش بفعل المركز المالي والبنك المركزي، هذا أولا. الجانب الآخر، لا زال الجيش وبقايا الوحدات حتى التي لم يبقى منها سوى كتيبة وكتيبتين لا زالت قائمة وموجودة على الأرض، لأنها مربوطة بالاعتمادات المركزية التي تتقاضاها من البنك المركزي عبر جماعة الانقلاب في صنعاء، وبالتالي هنالك هيمنة مالية، والجنرال ثقر يقاتل إلى جانب هؤلاء. إذا نحتاج إجراءات حقيقية من الحكومة، على الحكومة التي انزاحت إلى الرياض أن تنشئ على الأقل تقدير مكتبا فنيا لإدارة المناطق المحررة وإثبات فاعليتها، وبالتالي هنالك جبهات يمكن أن تسقط. الوضع بالنسبة للميليشيات أصبح صعبا جدا، وهنالك عجز بشري، وهنالك أيضا غياب للغطاء الجوي، قتالهم قتال شبه انتحاري، لكن بالمقابل أيضا هنالك تخاذل مريع من الحكومة. لا نعرف أين المسألة ظلت موزعة بين ثلاثة أطراف، بين التحالف والرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع الحاضر الغائب داخل المشهد. هنالك حالة من الإزدواجية، هنالك حالة من التخاذل المخيف الذي يشعر حتى أطراف الشرعية القائمين على الأرض بالخذلان. الناس تحملت سنة ونصف رغم كل الفقر، وهذا ما يعلمه الجميع، دون أن يكون هنالك تقدم ملموس لا على المستوى الجانب الأمني، لا على مستوى الجيش الوطني، لا على مستوى الدعم، لا على مستوى التسليح. مثلا كحالة عامة أعرفها تماما، حالة تعز، ما قدم من تسليح لمحافظة تعز، مع الأسف الشديد لا يكفي كتيبة مجمعة وكتيبة مشاة. نعم أستاذ عبدالله تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا الآن في الحديث عضو وفد الحكومة للمشاورات الدكتور محمد موسى العامري. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور، مرحبا، حياكم الله. مرحبا بك دكتور. إذا كنا نتحدث قبل قليل مع سيد عبد الهادي العزازي وأيضا السيد إبراهيم القاطبي، وكلهم أجمعوا بأن الحكومة
لم تستطع خلال العام وأيضا التحالف أن يقدم النموذج الأمثل للحكومة الشرعية وتستغل الفرصة في القضاء على الانقلاب، وربما هذه الفرصة قد لا تكون متاحة لهم في المستقبل. إذن ما الواجب عليكم في ظل عدم تقدم المشاورات وعدم وجود نوايا حقيقية من التحالف لدعم الخيار الآخر العسكري والمقاومة الشعبية لإنهاء هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين والمستمعين جميعا. على كل حال يا أخي الكريم، لا شك أن اليمن قد ابتليت بهذه العصابة المتمردة. نعم. والتي للأسف يعني لا تقيم وزنا للحوار ولا للسلام. تحاورنا من قبل وتوصلنا إلى أمور سياسية كان يمكن أن تخرج اليمن من محنته، لكنهم للأسف اختاروا طريق العنف والترويع والقتل وسفك الدماء، وما يجري وما جرى اليوم في تعز أمر يندى له الجبين. نعم. نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. هذه العصابة يا أخي الكريم في الواقع يعني أنا أتفق مع من يقول أنه لم يكن الأداء يعني أو كان في قصور. نعم. لا شك أنه طبعا جهد بشري. نحن طبعا نعيش في وضع غير طبيعي وغير سوي. كنا نتمنى في الحقيقة، وهذا أمر يعني يتفق عليه الجميع، أن يكون الوضع أحسن حالا مما هو عليه الآن، لكن علينا ألا أيضا نحبط وألا نبث اليأس وأن ندعو إلى التكاتف وإلى تضافر الجهود. نعم. وإخواننا لا شك أنهم في التحالف قدموا الكثير، لكن نقول لهم يجب أن تؤتي عاصفة الحزم أهدافها التي من أجلها قامت، و نحن لا شك نرغب في السلام ونرغب في التوصل إلى حلول سياسية. نعم. سلمية، لكن نحن الذي نراه من هذه العصابة ومن هذه الفئة المتمردة هو مزيدا من الهروب من السلام، مزيدا من الاتجاه إلى العنف والترويع، مزيدا من التهرب من القرار الدولي، مزيدا من المخادعة، مزيدا. نعم. من المراوغة، الحصار مستمر، القتال مستمر، كل هذه الأمور تدل على أن هؤلاء الناس للأسف ليسوا راغبين ولا جادين في السلام. نعم. نعم دكتور، إذن أمام هذا الضغط كما تعلم هناك، معروف أن هناك ضغط تمارس ضدكم في وفد المشاورات من قبل المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمريكان والبريطانيين لإبقاء الميليشيا، وربما الكثير يقول بأنهم يبحثون عن يعني شرعنا لوجود الانقلاب، وهم الآن يتحاورون معكم ند أمام ند، ورغم امتلاك الشرعية القرار الأممي 2216، رغم الشرعية للحكومة والرئاسة اليمنية. إذن أمام هذه الضغوطات جميعا كيف تتعاملون معها مع المجتمع الدولي؟ نحن تكلمنا بكل وضوح مع المبعوث الدولي يوم أمس، وقدمنا له الرؤية السياسية التي تراها الحكومة، وقلنا له بصريح العبارة إن أي خطوة سياسية يجب أن يسبقها إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من آثار الانقلاب، يعني أدى إلى عرقلة العملية السياسية، وبالتالي يجب وفقا للقرار الأممي أن تزال هذه العقبات التي وقفت، وهي يعني تداعيات الانقلاب من الميليشيات، من يعني احتلال مؤسسات الدولة، من حوثنة. نعم. الدولة الآن التي تجري على قدم وساق، ويعني إحلال موظفين مقابل موظفين، وإحلال عسكر مقابل عسكر، الآن يأتي يجري عبث عام بالوظيفة العامة. نعم. إضافة إلى في الميدان، وقلنا له بكل صراحة نحن لا يمكن أن نقبل بكل حال. نعم. أن يشرعا لهذا الانقلاب وأن يعود وقد ملك الشرعية. نعم. إذا كان هذا هو المراد فلا يمكن أن يكون هذا على أيدينا، نحن جئنا لتطبيق القرار 2216. نعم. ويجب عليك كمبعوث أممي أن تكون أول من يلتزم بهذا القرار ويدعو إليه ويطبقه. نعم. هذا الذي جئنا من أجله، إذا تحقق هذا فهذا هو الشيء الذي نريده، أما إذا كان المراد أنهم جاءوا للبحث عن حكومة والبحث عن شرعية لأعمالهم فهذا لا يمكن أن يتحصلوا عليه من جهتنا. نعم دكتور، إذن في يعني أبرز النقاط التي يعني تشكل الآن على الأقل عقبة أمام تقدم المشاورات ولو جزئيا، ما هي؟ أبرز النقاط أن هؤلاء الحقيقة لم يعني يأتوا للجادين وصادقين في أنهم فعلا يريدون البحث عن السلام، وإنما جاءوا أولا ليقضوا أكبر فترة ممكن في الكويت، وجاءوا لعلهم يحصلوا على
يعني شرعنة لهذا الانقلاب، وجاءوا لكي يكون هناك قطاع لجرائمهم وعدوانهم، وجاءوا لإيقاف العمليات الجوية الطيران فقط، وسيتمددون عرض. هذه المقاصد التي جاءوا من أجلها، وهي عقبات، وهم كما تعلم جماعة مؤدلجة، جماعة تعتبر نفسها تملك الحق الإلهي، لا تؤمن بشراكة ولا تؤمن بتعايش، تؤمن فقط بأنها هي صاحبة الحق وصاحبة المشروع الإلهي، وبالتالي ينطلقون من هذا المنطلق، يدفعون بالشعب اليمني نحو الهاوية، هي يعني حتى يضحون ويقررون بالأطفال وبالناس بهذا السبيل. نعم. هذه جماعة يعني ليس لا تؤمن بشراكة، ولو كانت تؤمن بشراكة حقيقية لكان هذا من قبل، وقد كنا من قبل في صنعاء في عمل سياسي موحد، ولكنهم انقلبوا عليه. نعم، إذا نحن أمام فشل ذريع للمشاورات، وسيعلن عن فشلها قريبا دكتور. احنا لا، نحن من جهتنا حريصون على نجاحها، لكن اذا الطرف الاخر يريد فشلها هذا شيء يخصه هو. نعم نعم دكتور. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى العامري، عضو الفريق الحكومي للمشاورات في الكويت، شكرا جزيلا لك. واعود الى نيويورك مع الاستاذ السيد ابراهيم قعطبي. اذا سيد ابراهيم، كما تعلم إذا يبدو أن هناك ضغوطات كبيرة تتركز على الجانب الحكومي، إذا هل ستنجح الميليشيا في الحصول على نقاط تشرع لها مستقبلا، أم برأيك بأن الوفد الحكومي لن يسمح لهذه الخطوة أن تحدث وأن تحصل وأن يحصل عليها الانقلابيون؟ فاعتقادي كل شيء وارد. المشكلة فيما ذكر حتى الدكتور العامري، يعرفون تماما أن الحوثيين فقط أتوا لشرعنة انقلابهم، لأنه كما تحدث وكما يجري على الأرض قد تم حوثنة الدولة، ومن الصعب يعني تثبيت أو تطبيق أو تنفيذ أي اتفاق قد ربما يتمحض في مشاورات الكويت. المشكلة الآن، ما هو السؤال الحقيقي للحكومة؟ ما هي الخطط التي لديكم في حالة لم ينجح المشاورات، وأنتم تدركون تماما أن المشاورات من الطرف الانقلابي هدفها هو شرعنة انقلابهم؟ نعم. السؤال الحقيقي، لماذا لا تحررون تعز؟ لماذا لا تحررون البيضاء؟ ما الذي يوقفكم يا أخي؟ نعم. أنتم لديكم شرعية. أنا في اعتقادي لو كانت الشرعية والقرارات الدولية بيد الحوثيين وصالح لحرروا جميع مناطق اليمن ولثبتوا الشرعية، لكن ما الذي يوقفهم؟ المشكلة هناك ضعف في الأداء الحكومي، هناك انتظار أنه يجب مراعاة السلم ويجب كذا كذا. لا، أنا في اعتقادي إن لم تكن لديهم عصا قوية فلن يمرر أي سلم في اليمن، وإنما سيفقدون الشرعية يوما تلو الآخر، وفي آخر المطاف سوف يتعامل المجتمع الدولي بما نعم. يجري على أرض الواقع. نعم. إبراهيم، لماذا تصر الشرعية والتحالف على أن تفقد أوراق هي بالنسبة لها أوراق قوة، ومن خلالها قد تنهي لها هذه الأزمة وسريعا؟ المقاومة الشعبية، الجيش الوطني، المجتمع، الناس، أكثر من 70-80% محررة من الأراضي اليمنية، لماذا هذا التباطؤ ويعطي الانقلابيين المساحة للتحرك وأيضا للمجتمع الدولي التدخل والضغط على الشرعية وعلى التحالف؟ هناك عدة مسائل بالنسبة للشأن الداخلي اليمني. لا توجد حكومة متماسكة، لا يوجد رؤية لدى الحكومة لإرساء نظم قانونية. العالم كله يبحث على من هم الأقوياء في الأرض وكيف نتعامل معهم أو كيف نمسك بأطراف اللعبة. أنا في اعتقادي المستهدف من هذا كله هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج. تجد الآن في الولايات المتحدة على سبيل المثال، الإدارة الأمريكية قد أطلقت كل كلابها في كل مكان. مثلا هناك الآن شرعنة ضد يعني إصدار قرارات في الكونغرس الأمريكي ضد السعودية. هناك الآن المنظمة الحقوقية بشكل غير مسبوق أعطي لها الضوء الأخضر لمهاجمة السعودية. كل الصحف الأمريكية بما فيها نيويورك تايمز والصحف البريطانية تكتب على جرائم السعودية. نعم. وكل ما أنا نعم. أعتقادي المستهدف السعودية الآن لا تريد أن يصل المسألة اليمنية إلى مسألة سورية، بحيث أنه النيران بعد ذلك تشتعل من كل محاورها ومن كل حدودها، ومن ثم نعم. تبدأ بالتهام السعودية نفسها. نعم. أشكرك. هناك تفضل. نعم.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة أخيرة للمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تاز. أستاذ عبد الهادي، إذا هل باعتقادك لا زال التحالف والشرعية والحكومة ماسكين زمام المبادرة ولديهم مساحة كبيرة لو تحركوا من خلالها لأنهوا هذه الأزمة وسريعا؟ يمتلكون زماما كبيرا للمبادرة متى ما سمعت أن هنالك وزير أو اثنان أو ثلاثة أو قادة عسكريين من هيئة الأركان وغيرها يزورون كل الجبهات والمحاور، تعرف أن الحكومة مستعدة لعمل شيء على الأرض. السلطة المحلية هي تعمل مع من يقف إلى جانبها، على الحكومة أن تثبت وجودها على الأرض، عليها أن تكون الفاعل وتملك زمام المبادرة. الناس تقاتل بالحماس وأيضا تقاتل بالوقوف ضد الانقلاب، لكن مع الأسف الشديد إن كنت من تقاتل معه وأول من يخذلك فإلى متى سوف تتحمل؟ الناس تعتبر نفسها في حرب مصيرية تقرر مصير هذا البلد. ما أنجز إلى الآن بالعودة إلى النظام الاتحادي وهو النظام الذي كان مفقودا، على الحكومة أن تكون بحجم المسؤولية وعليها أن تعي أن هذا شعبها وأن العالم والشرعيات لا تصنع بقرارات لكنها تصنع على الأرض. نعم. وأن الطاولات انعكاسا لمساحة الحركة على الأرض، عليها أن تتحرك بشكل جاد. هل تدرك الحكومة كم من الجيش الموجود من الجيش الوطني موقف رواتبه، كم من الموظفين المدنيين المؤيدين لا أصبحوا بلا رواتب ويتم استبدالهم، ورغم أن هناك اتفاقات باستمرار صرف الرواتب. أهلك جماعة الانقلاب 4 مليار دولار من الاحتياط المركزي، فما الذي تخاف منه الحكومة؟ لماذا لا تمول أعمالها بقرض إن كانت لها نوايا حقيقية على الأرض؟ نعم أستاذ عبد الهادي، نعم أستاذ عبد الهادي، سؤال أخير إذا تكرمت. نعم نعم أستاذ عبد الهادي، سؤال أخير إذا تكرمت نختم به الحلقة. إذا استمرت الحكومة الشرعية والتحالف بهذا النفس البطيء، ما هو المستقبل إذن؟ بهذا الشكل تصبح المراهنة على الشعب بحد ذاته، وبالتالي سوف تكون خيارات الناس خيارات أخرى في مسألة فرض السلطة على أرض الواقع، وسوف تظل الحكومة أشبه بجماعة المنفى، عليها أن تعيد ترتيب أوراقها بسرعة. تم تغيير الحكومة السابقة بحجة أنها لم تقدم شيء وإنما زادت من تفتيت الجبهة الداخلية. اليوم ماذا قدمت الحكومة الحكومة الجديدة وماذا قدمت وزارة الدفاع؟ ننتظر الوزير المعتقل، وبالتالي تعطلت كل هذه الوزارة. هناك عشرات حتى دائرة الإنجاز والتموين الطبي في التابع لوزارة الدفاع لا تعمل، كل الدوائر لا تعمل. نعم. هناك جيش مثلا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز منذ 5 أشهر بلا رواتب. نعم. نعم. ماذا يريد هؤلاء؟ يكفيهم فخرا أنهم يقاتلون باسم الشرعية، وبالتالي عليهم أن ينتجوا من فقرهم ما يسد يعني أدواتهم. أشكرك. أن تفتقر إلى أبسط المواد والمعدات الأساسية. نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.